النشرة الإخبارية من قناة السابعة، أهلا بكم مشاهدينا. انتهت محاكمة رجل الأعمال علي حداد اليوم بمحكمة بئر مراد ريس بالعاصمة بالتماس 18 شهرا سجن نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية في حق رجل الأعمال، حيث تم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، حيث قال إنه لم يكن في حالة فرار عندما تم القبض عليه في تونس، وأن حصوله على جوازين سفر أمر عادي بحكم أنه رجل أعمال، وأن جواز سفره الثاني كان قد طلبه من الوزير الأسبق عبد المالك سلال. إلى ذلك أجلت محكمة الجنح ببئر مراد ريس النطق بالحكم بخصوص قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 17 من هذا الشهر. قام اليوم وزير العدل حافظ الأختام سليمان إبراهيمي بتنصيب مختار الخضاري كمدير عام جديد للديوان الوطني لقمع الفساد. الديوان الذي تم إنشاؤه طبقا ل 06/01 المؤرخ في 22 فبراير والمتعلق بالوقاية من الفساد، أو المتعلق أيضا كما قلت بالوقاية من الفساد ومكافحته والمتشكل من أعوان عموميين ولديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى ضباط وأعوان شرطة قضائية يعملون لصالح الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ليوم الاثنين هو موعد ليلة الشك لترقب هلال رمضان 29 لترقب عيد الفطر أي الفاتح من شوال. تشرع اليوم الأحد عملية تسديد قسيمات السيارات للسنة الجارية 2019 والممتدة إلى غاية 31 جويلية المقبل طيلة أيام الأسبوع من 8 صباحا إلى 4 مساء. وحافظت سيارة القسيمة على ثمنها حيث لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة الفارطة. بخصوص السيارات السياحية والسياحية المركبة، المركبة تحت 3 سنوات تتراوح تسعيرتها ما بين 2000 دينار لسيارة ذات محرك 6 أحصنة و 4000 من 7 إلى 9 أحصنة و 10000 دينار من 10 أحصنة فما فوق. تشهد كل من إليزي وجنوب شرق تمرس أمطارا رعدية مرفوقة بدرجة حرارة منخفضة حسب ما كشف عنه أو ما جاء في اليوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له. ومن المحتمل أن تصل كمية التساقط إلى أزيد من 25 ملم محليا، هذا بداية من يوم الاثنين على الساعة 3 زوالا وإلى غاية يوم غد الثلاثاء على 6 صباحا. في آخر موضوع، من منا لا يواجه صعوبة في النوم؟ وإن تعددت الأسباب فهي بالتأكيد تؤثر سلبا على صحتنا. كيف يعمل أو يعمل هذا الثوب؟ تعرفون عليه كهنا وعسي في سياق هذه الورقة. ختام نشرتنا، صحفتكم والسلام عليكم.